اصفحان الاول، نقول بسم الله ونقول المقادير. اول حاجه لتخزين البسله هحتاج بسله خضراء طبعا، هنحتاج جزر مكعبات، اللي حابب يخزنها لوحدها طبعا من غير جزر دي حريه شخصيه. طيب خلينا نعمل ايه بقى، نقول ان احنا عندنا جزر وعندنا البسله وعندنا معلقه من السكر وعندنا عصير ليمون وعندنا كمان من الميه الساقعه المثلجه وعندنا شريحه من الليمون. احنا قلنا عصير ليمون او شريحه ليمون، اللي موجود عند حضراتكم مفيش مشكله فيه خالص. انا هاخد كده ليمونه، هاخد منها شريحه حلوه وهعمل كده بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم، هنصب ميه هنا سخنه بسم الله، وطبعا لازم اكون مجهزه ميه ساقعه بتلج عشان اوقف تسويه الحاجات الحلوه اللي احنا هنخزنها او الخضار نفسه. هيملوا لي ده بس عقبال ما نخلص. هاخد كده شريحه من الليمون، خليني اقطع كده ايه جزء منها. بسم الله الرحمن الرحيم، هحط كده بس خلاص، بحب احطه فريش رائع كده. وطبعا هنعمل ايه كمان، هنحط معلقه سكر بسم الله الرحمن الرحيم. موسم البسله ده بيبدا من شهر نوفمبر لحد شهر مارس، وهي على فكره من الحاجات الجميله. بصوا كده اهي، فيها نسبه حديد وزنك. انتوا معايا يا جماعه؟ ممكن نعمل بس يعني سبوت على الحاجه. ايوه طيب، بصوا حطينا الليمون، حطينا السكر، هدوب بس تدويبه بسيطه كده معلقه السكر اللي حطيناها. عايزه اقول لكم البسله دي من الحاجات اللي بتقوي الخلايا المناعيه جدا، املا لنا الكتل يا محمد، لان هي فيها فيتامينز كتيره جدا، غنيه جدا بالالياف، بتعزز عمليه الهضم جدا. بصوا البسله الفريش اهي. طبعا خلوا بالكم البسله احجام، هنيجي في اول الموسم يقول لك ايه، انا وانا بسوي وبطبخ البسله الاقي احيانا البسله بتكشكش، يعني الغلاف الخارجي بتاعها بيكشكش كده وهي في اثناء الطهي. ده لانه وده انا سالت فيه يعني المزارعين، قالوا لي ايه بقى، في اول الموسم ما بتبقاش لسه شدت حلى وبقت مليانه، فبتبقى لسه فاضيه شويه، فالفضى ده هو اللي بيخليها تكشكش لان جواها فراغ اثناء الطهي. لكن لما بتبقى في الموسم وشده حيلها استحاله بتعمل الخطوه دي جدا. عشان كده انا دايما ايه، الحاجه في اول الموسم ما بجيبهاش، بجيبها في نص الموسم. يعني لا هو في اوله ولا هو في اخره، في نصه، فبتبقى في يعني بيقولوا ايه، في عزها يعني. طيب انا بصوا الميه هنا خلاص، هبدا اخد كده البسله وهاخد الجزر. انا هعملهم مع بعض، يعني انا هعمل الكيس ده مع بعض خلاص. هقلب تقليبه كده واحده، وبعدين هبدا اصفيها على طول قدام حضراتكم اهي. ميه بتلج، انا ممكن كمان ايه اخلي الميه دي، انا هنا هصفيها الاول في مصفى وبعدين هحطها في بوله كبيره، افضل ان احنا ناخد بوله اكبر عشان تنزل براحتها. بسم الله، هنحط فيها الميه الساقعه بالتلج عشان نوقف التسويه وتحافظ على نسبه الفيتامينز ولون الخضار الحلو بتاعها. طيب انت مليت لي ميه يا محمد، عايزه جار فيه ميه لو سمحتوا ساقعه. لا عايزه ميه تاني. طيب بصوا كده، ناخد ام اسلام. صباح الفل، املي لي جار ميه لو سمحت. الو، صباح الفل يا حبيبه قلبي. صباح الهنا يا حبيبتي، عامله ايه يا جميله؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، يا رب دايما الحمد لله بخير، طول ما انتوا بخير انا بخير دايما يا رب يا حبيبتي. تسلمي. هقول لك ايه، انا البسله على النار اهو. لا والله يا ربنا، ده انا بحب البسله قوي يا ام اسلام قوي والله.
يا حبيبتي يا حبيبة قلبي، صحة وهنا. انت عارفة ربنا يخليكي، انا مش عاملاها من الموسم ده، من الموسم اللي فات. بسم الله ما شاء الله. اه والله، وجميلة وحلوة قوي والله. بسم الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله. طبعا لازم تبقى جميلة، لانه مسكرة وجميلة، عارفة كأنك بتاكلي سكر. الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك لك. تسلم ايديكي وعينيكي يا حبيبتي والله. تسلمي يا قلبي، دايما منورة الدنيا ومنورة مكانك. الله يسعد قلبك يا روح قلبي والله. ربنا يخليكي يا حبيبة قلبي، ربنا يخليكي ويسعدك يا رب. آمين يا رب، ويديكي الصحة والعافية حبيبتي والله. وببقى سعيدة بمداخلتكم ومكالماتكم، ويعني متابعتكم دي شرف ليا وعلى راسي من فوق. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، وسلامي لكل كرو البرنامج حبيبتي، والقناة الأهلي الجميلة اللي فوق راسنا دايما. تسلمي يا رب وتعيشي يا مؤسسة، دايما وهتشرفنا دايما. آمين يا رب العالمين. تسلمي لنا، تسلمي لنا في حفظ الله حبيبتي. شكرا ليك يا مو إسلام والله، وعلى مداخلتك حبيبة قلبي. بصوا بقى، بصوا اللون، بصوا جنب اللي احنا عاملينها اهو، شايفين الجمال؟ هي دي بقى، هناخدها. انا طبعا بسيبها بس يعني خلاص تبرد تماما، وبعدين هصفيها تاني وهاخدها بقى بعد ما تنشف تماما كده شويه. الصفحة حطها في اكياس للتخزين، على حسب احنا بقى احنا عيله كبيره، هناخد نص كيلو، هناخد ربع كيلو، هناخد كيلو، على حسب. هي استخدامات كتير، مش بس في الطهي، لكن نعمل شوربه بيها، ممكن نعمل بيها البسله دي بتدخل مع الفول الحراتي، بنعمل بيه طعميه، بنعمل بيها كفته، الناس النباتيه، ممكن نعمل مكرونه بالبسله زي البروكلي كده، ممكن نعمل رز بالبسله، سلطه البسله بالمايونيز او من غير مايونيز، فيه ليها حاجات كتير رائعه. وصفات البسله لا تنتهي، ودايما داخله، عارفين ايه لما يكون جوكر كده بيدخل معانا في حاجات كتير. انا النهارده هعملها بلحمه مفرومه، هقول للناس اللي هي ايه، انا عندي حته لحمه مفرومه ومش عايزه يعني اعمل بسله زي ما بيقولوا بقطع لحمه. هنعملها وتبقى بسله، على فكره انا بحبها قوي باللحمه المفرومه، وبحبها كمان باللحمه المفرومه لو بقى عندكم شويه، بتدخل مع الرز بس من غير صلصه، يعني احنا عاملينها بعصاج وبسله بالجزر بس، تنفع تحطوها مع انواع رز وتعملوه رز بالبشاميل، يدخل الفرن لو حتى الرز بايت يبقى رائع. يا دوب هنعمل شويه بشاميل ونصبها على الرز من فوق، ويبقى الحشو هو البسله باللحمه والجزر، هتبقى رائعه. طيب انا هسخن هنا كده، ونعمل بقى مع حضراتكم البسله الجميله دي. انا هنا بصوا سبتها تبرد تماما، الليمون مهم ليها قوي، ماده حفظ مهمه جدا، والليمون الفريش انا بحبه الحقيقه اكتر من اي حاجه في الدنيا، حتى كانوا دايما يقولوا لي يا شيف انت دايما بتعصري ليمون اول باول. احنا لازم، حتى التوم بصوا لازم نعمله فريش، ولازم يبقى منقوع كده في شويه زيت، ويتعمل كل اسبوع معانا في الشغل زي ما حضراتكم شايفينه كده، عشان يبقى الحاجه فريش اول باول، تبقى الدنيا جميله. بحب دايما التوم الفريش، بحب استخدمه اكتر من المجفف. الحقيقه المجفف ده يمكن في الحاجات اللي هي زي صوصات البيتزا والحاجات السريعه قوي، هي اللي ممكن نحتاج فيها التوم، ولازم نبقى عاملينه في البيت يعني.